السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الشلاضه ديال الرز. نبداو بسم الله بالمقادير. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب. كتجي شلاضه زوينه رائعه، عندنا فيها الرز اللي سلقته من قبل، وعندنا فيها حتى هي بطاطا اللي سلقتها وحكيتها في الحكاكة من بعد ما تسلقات. عندنا ثلاثة ديال البربات حتى هما مسلوقين ومحكوكين. عندنا واحد ربعة خيزوات ولا خمسة حتى هما مسلوقين ومحكوكين. وعندنا مايونيز باش غادي نديروه. وعندنا ثلاثة البيضات. وعندنا الطون باش نديروه مع الرز. دابا درت الرز مع الطون، غادي نحاول نخلطو. نحاول نخلط الطون مزيان مع الرز. كيجي زوين الرز مع الطون، كيتواتى مع الطون بزاف. وغادي ندير واحد شويه ديال مايونيز بلاصة ما ندير البزار والخل والزيت، كندير المايونيز كيعطي واحد المذاق رائع مع الرز والطون. كتجي شلاضة رائعة وصحية. نخلط مزيان. نحاول نخلطو مزيان باش يتخلطوا مع بعضياتهم. نستمر في التحريك. دابا غادي نجيب طبق التقديم اللي درت فيه واحد الاطار وواحد بابي الكوزينه باش يساعدني. غادي ندير بطاطا هي الاولى ونحاول نوزعها على في الصحن كامله. نحاول نضغط عليها بالمعلقة. كتجي بحال شكل طاغت. نحاول نوزعها على طبق مزيان وندير في الجوانب. غادي نستعن بهذا الكاس باش نضغط، لان المعلقه ما ضغطت ليش على بطاطا مزيان. دابا غادي ندير شي شويه ديال المايونيز. واللي كيبغي الملوحه يزيد شي شويه الملحه. انا اكتفيتي بالمايونيز حيتاش صاوبته في الدار ودايره فيه الملحه، عارفه القياس ديالي اللي دايره فيه. واللي كيبغي الملوحيه، انا ما عنديش مع الملحه بزاف، اللي كيبغي الملوحيه يزيد الملحه. نحاول نوسع هاد المايونيز باش يعطي واحد المذاق زوين. دابا غادي نضيف الباربا حتى هي نفس العمليه اللي درت البطاطا. حتى هي غادي نوزعها، بصح ما غاديش نضغط عليها بزاف. غادي نضيف ليها حتى هي المايونيز من الفوق. واللي بغى يكتر المايونيز يكترو، انا ما كترتش المايونيز بزاف.
انا زدت شويش الملح على ديك الباربا حيتاش ما درتش المايونيز بزاف. غادي نزيد شويه ديال البزار، داك البيض اللي انايا سلقت غادي نحاول نفصل الاصفر على الابيض. ومن الاحسن يكون البيض بارد، يعني الا كان سخون ما تيبغيش يتحيد الاصفر دغيا. دابا غادي نجيب الحكاكة وغادي نحاول انني نحك هاد الاصفر ديال البيض، غادي نستعمله فقط للتزيين من بعد. دابا غادي نضيف الرز اللي وجدت من قبل، غادي نضيفه على الشلاطة ديالي. انا درت شوية الرز بواحد الكمية معقولة، واللي بغى ينقص ينقص، عشان انا ولادي كيبغيو الرز بزاف. ودابا غادي نحاول نوزعو حتى هو نفس العملية اللي درت في الأول. نحاول نضغط عليه، نتمنى تجربوها. الشلاطة كتجي زوين رائعة. دابا غادي نضيف حتى الرز، غادي نضيف ليه شي شويه ديال المايونيز، غير شي شويه ماشي بزاف حيت الرز راه فيه طن مالح واصلا سلقته في الملحه. دابا غادي نضيف الرز، غادي نضيف عفوا سمحوا لي، غادي نضيف خيزو. نحاول تا هو نوزعو بطريقه متساويه. انا بصراحه قللت هنايا خيزو حيتاش ولادي ما تيبغوش خيزو بزاف، واللي بغى يزيد كتر يزيد، الا كترتو راه تيجي واحد الطبقه كتجي شويه فيها خيزو كتير، كتجي زوينه. هاد الشلاضه باش كتعجبني بهاد الطريقه حيتاش كتعطي واحد المجيز من الالوان، واللي بغى يزيد جلبانه يزيدها، اللي بغى يزيد المايس يزيدو. انا اكتفيت بهاد الشيء هذا حيتاش هاد الشيء اللي عندي دابا واجد في الدار. دابا غادي ندوز ندير لها المايونيز. غادي ندير نزيد المايونيز كتر ما هادشي، انا زدت مايونيز على داكشي اللي درت في الاول،
دابا غنحاول نحيد هاد الوراق ديال المطبخ. دابا غنحاول نزينها بالأصفر ديال البيض. كيجي فيها واحد المنظر رائع. هاد الأصفر مع الأبيض كيعطي واحد اللون رائع. دابا عاوتاني غادي نرجع لداك البيض، البيض حتى هو غادي نحكو بنفس الطريقة اللي درت البيض الأصفر باش نكمل التزيين ديال الشلاضة. دابا غادي نكمل التزيين ديالي بالابيض البيض. واخا راه هو بيض والمايونيز بيض، ولكن راه كيجي باين وكيجي عاطي واحد المنظر زوين. دابا غنحاول نزينها بالفجل، كان عندي الفجل انا، واللي بغى يزين بشي حاجه واحده اخرى يزين. اللي طاحت عليه شي فكره احسن من هذه اللي انا درت يديرها. انا كيعجبني الفجل بزاف، حنا كنا بصراحه في الدار كنبغيو الفجل، وعطى واحد المنظر زوين الفجل. غنحاول نزيد مطيشة سوريس، هي كتجي زوينة وكتعطي واحد المنظر زوين. صافي زدت شي شوية ديال المعدنوس هو زينت بيه، وهو الطبق ديالي وجد الشلاضة ديالتي وجدات. وكنتمنى تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. دابا غادي نقطعها معاكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. كتقطع بصراحة كتجي رائعة، كتجي بحال كتقطعي شي طاخت.
فاسيه من البطونه ديالي. هيا نتوما كيجي فيها واحد المزيج الالوان كتجي رائعه، نتمنى تعجبكم. وما تنسونش باللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد حنا في القناه ديالنا، والى فيديو قادم ان شاء الله.